عن جد عن جد نسوي ما صدقت الاعلان لما قريته بالجريده. انا وجوزي ده ركضنا ركض انه شقه بالاشرفيه ب $60,000، يعني هيدي بسابع المستحيلات. مدام بس تشوفي اللوكيشن ما راح تصدقي كمان. نحن لقلك شو عملنا، نحن تملكنا وطلعنا المستاجرين ردمنا وراح نطلع بالطور. دور بالاشرفيه؟ لا لا شي كثير. طب مسيو معلش يعني لو سؤاليت شوي هيك زيدت عليك، كم طابق هو؟ 25 رح اقول لك شو فيه كمان. ما تحكي جنينه تحت. نعم. طويله عريضه. جيم. جيم. 6 مواقف سيارات لكل شقه. طب لحظه ما تقلي في بول كمان بقلب البول تحصيل حاصل مدام؟ لا لا مش عم صدق. عم تحكيني بإشي عم قلك البول تحصيل حاصل هيدي كلها. طيب يعني الشقة هي شو في بقلبها؟ في ماستر بيدروم؟ أربعة. أربعة ماستر بيدروم؟ هول للخدم. هوليكي خمسة للعائلة. خمسة ماستر بيدروم. لا ما عم صدق. أربع صالونات، أربع مطابخ، حدا بيعمل أربع مطابخ؟ أكيد في أي سي سنترال وشفار. شو عم بحكي انا؟ ايه اكيد شو عم تحكي مدام، شي جنون عم بقول لك. طيب شي بياخذ العقل. طيب بس معلش بدنا كثير لنوصل على الارض. بدنا كثير لنوصل على الارض. وصلنا. شوفي من لافيو هاي الارض، تفضلي شرف. هاي هي الارض بدك توقفي فيها لتاخذي لهذا. طلع هلا انا ما حطيت لكم هول الطاسات لتفوتوا لجوا، بس منشان لانه بدكم تهبطوا هدول كلهم. لا 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 ما تنزل هاي البنايه مثل ما هي. ما منهبط ولا هالمال. استاذ حلاوي هيدي الحدود يا حي. ها متر اثنين ثلاثة يا حي، بعدك ضمن النطاق. بعدين متر بمتر لجوا، هي ثلاثة باثنين استاذ حلاوي. نحن رح نتراجع متر كمان ورح نطلع بالطور. يا استاذ خليك معي شوي. معك انا معك. حضرتك عم بتقول انه رح تتعمر الطور بين العقارين. صحيح. قصدك هاي شقفة الأرض؟ ها هي شقفة الأرض. ايه طبعا، لكن منها تقسيم. يا حبيبي يا حبيبي انت شكلك مضيع. حضرتك حاطت بالإعلان انه بالأشرفية شقة ب60,000. صحيح صحيح. قد عم تبيعنا المتر؟ لك ب10,000. شو قصتك؟ ستارتينج 10,000. هلا إذا بتاخذوا الأول 10,000، لأنه بعدين الأول رح يكون هون. هلا لو ما بيعود في ما بتعودي بحاجة انك تدندي السلة لتجيبي غرض، بيجي الدكان جيب يعطيك علبة الدخان بتضلك فايتة لجوا. هلا إذا بتاخذوا الثاني بيزيد 5. يا خيي لحظة شوي. طبعا. ليش قد ايه كبرى الشقة؟ كم متر؟ مساحتها 6 أمتار مدام. ايه 6 أمتار؟ ما احسبيهم 10,000 المتر ضرب 60,000، بدها اثنين يحكوا فيها. كيف مقسمة هذا؟ كيف بنسعر؟ يا خيي مقسمة يا خيي، ليك الماستر هون ثلاثة حد بعضهم فشخة 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 بتصير بالأوضة. بعدين ماشي الحال مدام، ماشي الحال. اللي بده الدح ما بده يقول أح. ما اسمك إلا عم تعدي بالأشرفية. ولك قوم بلا تسرك ما ملحق عليك. انا حبيت الفكره بقى. مدام خليني الاشرفيه حياتي. شو بك ما تخليني دعوسك هلا قدام العالم. يا مدام حلوا مشاكلكم بعدين. ليش اصلا هيدي شقفه الارض بعد في غيرها بالاشرفيه؟ ولك قوم بلا تسرك انت كمان بعد ما قصني شي شي من هون. نفتحهم على بعضهم. لك خلص بقى لعمى. ست والله 6 أمتار. والله عايشين بغير كوكب انتو. اهلا يلا تفضل لفرجيك اياها انا بالعقار.